اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا النهارده بقى جبت لكم ايه ده، واو، هنعمل مقارنه ما بين ايه نوعين مشروبات الطاقه، ريد بول ومشروب تاني اسمه بوستر. هنشوف بقى مين فيهم احسن، نجربهم بقى النهارده. واو، بصوا ريد بول طبعا انتوا عارفينه، معروف جدا ان هو بقى مشروب طاقه بيدي طاقه جامده جدا قبل التمرين، ممكن احنا بقى نشربه ونكسر الدنيا، بس طبعا ده لازم يكون حد فوق سن 16 سنه، وبرده البوستر التاني عشان ده بيبقى فيه ايه سكريات عاليه جدا. ماشي، هنا ده مكتوب عليهم برضو ان هو لازم ان هم يعني يتشربوا ساقعين طبعا، عشان لو كانوا سخنين بيبقى طعمهم وحش قوي. هنجيب بقى النهارده بقى كوبايتين ونعمل تجربه ما بينهم ونشوف ايه الفرق ما بينهم، ايه المقارنه ما بينهم. نفتح بقى بوستر اول واحد ونشوف بقى طعمه عامل ازاي، وبعدين نفتح برضو ريد بول ونشوف بقى ايه يا ترى بقى ايه الفرق ما بينهم عامل ازاي. ريحتهم الاثنين حلوه قوي، طبعا نفس الريحة تقريبا. اهو بصوا، صبيت بقى بوستر في اول كوباية، بيعمل لي رغوي جامدة. اهو دي اول كوباية شبه كده مع عصير القصب. هنحط بقى الناحية التانية برضو، بصوا بيعمل رغوي اكتر مع انه نفس الايه الكمية. اهو بصوا بقى، نجيب بقى 2 شريمو دلوقتي ونحطهم عشان ندوق بقى الفرق ما بينهم. اديني كده جبت الاثنين شريمو، هدوق بقى اول واحد بوستر. طعمه طبعا حلو، مسكر كده شويه. ندوب بقى التاني. طعمه برضو جامد، بس مشكله الريد بول ان هو انتنس اكتر، يعني ايه تحس ان هو مشروب مركز حامي كده سنه، فريد بول اقوى طبعا من بوستر. فعلا حامي كده، لكن بوستر مسكر كده شويه عنه. الاثنين طعمهم طبعا زي مشروبات الطاقه، ما فيش اختلاف جامد ما بينهم، بس الفرق ما بينهم ان الريد بول التركيز بتاعه اعلى، فتحس ان هو مركز كده اقوى، واعتقد ان هو اكيد بيدي طاقه اكتر. مش عارفه بقى اشوف الموضوع ده بعدين، بس ده اعتقد الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم. حتى اللون تحسه ان ريد بول فاتح سنه عن ايه عن بوستر. شكلهم فعلا جامد جدا، انبسطت بيهم قوي، وانا فعلا بحب قوي اصلا مشروبات الطاقه وكده، بس انا عاجبني ريد بول اكتر عشان هو فعلا حامي قوي عن بصوا عن بوستر. الطعم كده بيختلف في الاخر. طبعا ريد بول كمان اغلى من ايه من بوستر، بوستر ارخص. دي هنا كده عملت لكم مقارنه ما بين مشروبين الطاقه الاثنين دول. قولي بقى ايه رايكم فيهم في الكومنتات، اني بيعجبكم اكتر بوستر ولا ريد بول. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم. انا عن نفسي بحب ريد بول اكتر، لان هو مركز عن التاني، بس هو مشكلته ان هو اغلى. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم، بليز متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.